يقول: كنت مع أحد الإخوان وجاء وقت الصلاة وكنت لا أعرف القبلة فصليت. ثم جاء هذا الأخ فقال: إنك صليت على غير جهة القبلة. فأردت إعادة الصلاة، قال: لا داعي لذلك، هل صلاتي صحيحة؟ جزاكم الله خيرا. إقبال القبلة في صلاة الفريضة شرط من شروط صحتها، قوله تعالى: وولي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وتحصل معرفة القبلة إما بمشاهدة الكعبة المشرفة لمن كان قريبا منها، يعني في داخل المسجد الحرام، فيجب عليه إقبال عينها أو استقبال الجهة التي فيها الكعبة المشرفة إذا كان لا يراها، إذا كان لا يرى الكعبة لبعده عنها، فإنه يستقبل الجهة التي فيها الكعبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني لمن كان في المدينة أو محاذيا لها. وكذلك بقية الجهات، فكل جهة تستقبل الجهة التي فيها الكعبة بالنسبة لها ولو لم تصب عينها، لأن إصابة العين مع البعد متعذرة. الله جل وعلا لم يجعل علينا الدين من حرج. فتعرف جهة القبلة إما بمشاهدتها أو باستقبال الجهة التي فيها الكعبة. وتعرف الجهة التي فيها الكعبة إما الشمس والقمر والنجوم أو بسؤال أهل الخبرة، وإذا كان في بلد فإنه يعتبر المحاريب، حريب المساجد، موجهة إلى القبلة. وكذلك يسأل إذا لم يرى محاريب ولم يرى مساجد، يسأل المسلمين الذين يعرفون جهة القبلة. فإذا بذل مجهوده لمعرفة القبلة بأن نظر في العلامات الدالة عليها أو سأل أهل الخبرة أرشدوه إليها أو رأى المحاريب المساجد اعتبر بها وصلى، فإن صلاته صحيحة، لأنه حينئذ يحصل عنده غلبة ظن قوية بإصابة القبلة. أما إذا صلى ولم يسأل ولم يبحث عن أدلة القبلة، ولكنه اجتهد وصلى بدون بذل للأسباب الممكنة لمعرفة القبلة، ثم تبين أنه لم يصلي إلى القبلة، فإنه يعيد الصلاة، لأنه مقصر في هذه الحالة، لم يبحث عن أدلة القبلة ولم يسأل ولم ينظر في العلامات، فهو مفرط. فإذا تلف عن جهة القبلة وصلى إلى غيرها فإنه يعيد الصلاة لفقدانه شرطا من شروط الصلاة. أما إذا كان في بر ولا يعرف أدلة القبلة وليس عنده أحد يسأله عن القبلة واجتهد وتحرى وصلى، فإن صلاته صحيحة ولو كان تبين بعد الصلاة أنه إلى غير القبلة، لأن الله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهذا وسعه. وبدليل أن قوما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صلوا، كانوا في البر فاجتهدوا وصلوا، لما أصبحوا وجدوا أنهم صلوا إلى غير القبلة، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. فقيل إن هذه الآية نزلت في من اشتبهت عليه القبلة ولم يكن عنده أدلة ولا أحد يرشده إليها، واجتهد حسب ما اقترده وصلى. نعم.